السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أصدقائي؟ معكم نايم من قناة نيمو. حبيت اليوم نزلكم مقطع جديد اللي هو تحدي اليوم الثالث تبع تحديات الوينتر فيست اللي هي تبعات الكريسماس 14 يوم. في شغلة ممكن لاحظتوها، إنه أنا ما نزلت أيام بس تعبان ومعي هيك إنفلونزا، والله يبعد عن الجميع. وبس أول ما إن شاء الله أتعافى وهيك وأقدر أرجع ننزل جيم سولو وجيم دو وجيم سكواد وكل الأيام، وكل يوم جيم جديد مع التحديات. وفي قصة كمان قبل ما نبلش، قبل ما اشرح اي شيء، في خبر عن سكين نزل مجانا مع رقصة، نزل على البي اس 4 اللي هو البلاي ستيشن 4، يا بالصين يا بكوريا، ماني متأكد وين يعني. بدي اعرض لكم هلا الفيديو تبعه، شكل السكين وشكل الرقصة تبعه اللي نزلوا هن فري، والناس فتحت ولقيتهم موجودين عند لاعبين البلاي ستيشن 4 بس اخذوه. فمش عم ما يصير كلام زيادة، هن لاعب البلاي ستيشن 4 اخده مجانا مع الرقصة، وهلا رح اعرض لكم الفيديو تبعه. بس بنشوف اول شي التحديات وكمل مقطع مشان تشوف انت السكين لو انت حابب تشوفه، هو اللي حينزل مجانا للجميع. هيك عم نقول تسريبات. شوف المهمة مع بعض ونفتح الهدية. اول شي شوف المهمة، المهمة هي اول شي بدنا نفتح جوارب، هي شكل الستيج 1 كلياتهم بدك تفتح جوارب، هيك تقريبا باين التحديات تبع 14 يوم انه بدك تفتح جوارب، هيك الستيج الاول باين يعني. نروح نفتح. بس مثل العادة قبل ما تفتح تكون فاضي لازم تفتح هديتك. افتح هديتي معكم، نفتح مع بعض الهدية. في شي زمر اذا سمعتوا الصوت، شوف شو هو. هدول صاحبي ربحهم من اول يوم، هلا بنشوفهم مع بعض. نزلوا الهدايا مثل ما لاحظتوا، تمام. هي 5 عمليات تصفية بالسلاح المحذوف، بس هي الفكرة السلاح المحذوف هل هو السلاح الانفولتد اللي هو موجود اليوم، ولا اي سلاح محذوف خلال 14 يوم اللي رح يتبدل وينزل وينزل غيره يعني. فاي معلومه ما عرفتها الصراحه، حاولت اعرفها وما عرفتها. بس المهم شرح التحدي انك تصفي 5 اشخاص او تقتل 5 اشخاص خلال سلاح محذوف ومنزل خلال 14 يوم بدك تخلص هالتحدي. وهي اللي ربحناه، تمام، حلو. شاركونا انتم بالتعليقات شو ربحتوا كمان وشو اعطوكم هديات اليوم. وبالنسبة للسكين اللي حكيت لكم عن بداية المقطع رح اعرض لكم اياه هلا وتشوفوا مع الرقصة تبعه. في خبر تاني كمان انه السكنات اللي نازلة تبع ستار وورز غير اللي نزلوا حاليا بالايتم شوب، رح ينزل كمان 2 تانيين غير الموجودين عندكم حاليا امامكم. هلا في 2 تانيين رح ينزلوا، رح اعرض لكم صورتهم هلا. هيك نكون وصلنا لنهاية مقطعنا، ياريت لو عجبك الفيديو تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وانشره بين اصحابك. شكرا على المشاهدة، ولو كملت الفيديو لا تنسى من اللايك والاشتراك.